لشهر رمضان المبارك أجواءه الخاصة بحلب، حيث تمتاز هذه الخصوبة تعدد الحلويات، ومن ضمن هذه العادات هي وجود العوامة في كل منزل. فالعوامة لها عدة أنواع نظراً لصناعتها السريعة وطريقة تحضيرها، والأهم من ذلك تناسب قوت المواطن عبر سعرها. والله أكلة رمضانية من سنة لسنة، من أكلة يعني شهوة هي، وبعدين لقمة طيبة، لأني أكلة بلدية، ما إنه والله هي أكلة هيك ورخيصة، وبعدين درويش كثير يعني، في عندك بجوز وفي عندك العادي. الجوز يعني شوية هيك مريشين، العادية للدرويش، وفي عندك المشبك كمان، المشبك كثير طيب بالأخص يعني قبل الفطار، لقمة كثير طيبة. الله في عنا اللقم عادي طبيعي ولقم بجوز، هاي أكلة رمضانية بس اللقم جوز، اللقم العادي بشكل دائم موجود. بالنسبة للمشبك يعني أكلة دائمة، بس نحن المميز عندنا برمضان اللقم بجوز، هذا يعني توب مثل ما بقول العوامة. مدينة حلب معروفة بهذا الشيء، يعني مو أني بس اللقم يبقى هو تحلاية خفيفة عم تيجي عند الصائم، خاصة بمدينة حلب. يعني نحن هاي عنا يا عادي ان نحن نحط العجوه مع حصرا بده يكون باي بيت حلبي جنبه اللقم، يعني هذا الشيء مثل ما بقولوا تراثنا عنا يا مدينه حلب عند الافطار. وان شاء الله يا رب مثل ما لك شايف، الحمد لله رب العالمين، رجعت اهل السوس، اهل الحلو، اهل التمر الهندي، يعني تعبت مدينه حلب بشارع شارع، بحاره بحاره، فضل الجيش العربي السوري اللي اتحنى الفرصه هاي ويرجع يحيي شوارع مدينتنا. اللقم هي اطيب شيء بالجوز، الله بالرمضان اكثر شيء بنحبه. اي والله اكله مطلوبه يعني. اي والله كثير طيبه وللحلبيه بالذات طبعا، هي كثير 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 طيبه هي اللون. من ايش تتلف هي التبه؟ من طحين، من طحين وخمير وبس، طحين وخمير وما يسخني. يعني باليوم هيك شد بيطلب السوق، بيصير في اقبال على هذه الماده بالتحديد؟ تقريبا 50 كيلو طحين أقل، أكثر بهالأراضي يعني بشكل يومي. بشكل يومي. ليش اللقم له خصوصية عند المواطنين بحلب؟ نحن هاي اسمها تحلية، يعني كنهار على الأفطار بدنا نتحلى، إذا ما تحلينا ما بنحسن، مثل يعني على السنة، مثل التمر، مثل الحلو هيك اللقم. والله نحن هلا عم نطالع كعكة رمضان، شيء كتير كتير حلو وتشكيلة رائعة وأعداد. من إيش مألفة؟ كيف؟ هلا في عنا بالجبنة، عنا بالشوكولا، عنا دبس فليفلة مع جبنة، في بالقشطة، في بالكيوي، في بالفريز، في بشوكولا سائلة، وكله صار جملة والحمد لله. هي أكلة شرقية مشهورة لأنها سهلة التحضير في المنزل، فتكون على شكل دوائر صغيرة ولها أنواع عديدة، العوامة بالنشا والعوامة السادة، ومنها عوامة محشية بالجوز، وأيضا لقيمات القاضي.